وفي نفس السياق سيواجه اتحاد العاصمة في المربع الذهبي ممثل الكرة المغربية نهضة بركان بعد تأهله على حساب أبو سليم الليبي بمهزلة تحكيمية كان بطلها الحكم المصري محمود معروف. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. يبدو أن التحكيم في القارة السمراء لا يريد أن يتلون بالصفاء، والدليل ما حدث في لقاء نهضة بركان المغرب أمام أبو سليم الليبي. سواد التحكيمية الإفريقي كان العنوان الأبرز في موقعتي العودة من الدور ربع النهائي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الحكم المصري محمود معروف فعل فعلته ليثبت للجميع مجددا أن ما يحدث فوق المستطيل الأخضر يتم التخطيط له خلف الكواليس بلغة المال والفساد. ما حدث سهرة الأحد يمنح صورة مخزية عن الكرة الإفريقية التي أصبح يتحكم فيها بارونات والفساد بأساليب غير أخلاقية في الكثير من الأحيان. مسؤول الفريق الليبي خرج بتصريحات ضربت الكاف ومصداقيتها في الصميم عندما أكدوا أن الحكم قرر من يتأهل ليواجه اتحاد العاصمة في المربع الذهبي، فأضاف 15 دقيقة كوقت بدل من الضائع ليسمح للمغاربة بتسجيل هدف التأهل. مهزلة هذه المواجهة تجعل إدارة الاتحاد والفاف في تحد جدي لوقف تلاعبات رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم الذي أصبح الأمير الناهي في الهيئة القارية. الله يا ربنا، ايوا هذه بك يا زينه، يمشي بك كي داير، هذا هو المكان اللي كنبغيو. ابكي وزيد اخويا، ابكي وزيد، النواحكم طربوا لنا، اللهم بارك وزيد في ذلك. اجي بعدا مشيتوا تقولوا بان فوزي القشع اقتربت النهايه ديالو، والد مصدي سوف يطنطنه، هو سوف يزيحه، وسوف نلقي لك باقي نفس المنظر، ها هو قريب يمشي بحال هذا والد مصدي، وباقي نفس البكان نفس الشكا، باقي في نفس البلاصه، ما تململش وما تغيرش، نفس البكان نفس. ونواحكم طربوا لنا، هادشي زين هادشي، ها ولد خالي وجد راسك، راه كان جاي عاد صلخك بالبكا ديالك بالنواح ديالك باش ما بغيش ينصلخوك، وراك دابا المعقوله شي بعدا جي. هذا اللي كيهضر معاك راه صابو خاون بيسي. ايه خاون والله ما خاونو، راك تحمل مسؤوليه. حتى اللي حال فمك على بركان وكتهضر على بركان، حتى الكارثه هذه اللي درتو كيفاش غادي يجي؟ نظرا لظروف خارج عن سيطره الكاف، لن تكون هناك تقنيه الفار في مباراه كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم توتال انرجي بين نادي اتحاد الجزائر وريفرز يونايتد في الجزائر الاحد 7 ابريل. كانت الكاف خلال الايام القليله الماضيه في مفاوضات مع السلطات الجزائريه للافراج عن معدات الفار التي احتفظت بها السلطات في ميناء دخول في وهران بالجزائر منذ صباح الاربعاء. اش وقع عود غالي؟ اللي وقع عود غالي هو ان الكاف صيفط الفار نهار الاربعاء في الصباح، المباراه فوكاش نهار الاحد في الليل، من نهار الاربعاء حتى نهار الاحد والسلطات الجزائريه محتفظه بالمعدات ما عرفوهاش شنو هي. مع دخلت قالوا لهم شنو هذا العجب هذا، شنو هذا؟ قالوا لهم هذا الفار، شنو هو هذا الفار هذا؟ هذا الفار هذا هو اللي كيستخدموه في الملعب، كيشوفوا به اعاده ديال ضربه جزاء، لكن شي بطاقه حمراء، لكن شي حاجه لا 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 هانتوما باغي نطلعوا على الزهر، هاد التلفازه هادي باغي نتفرجوا فيها على الزهر، ها بيغاسوس هذا، ها باغي ندخلونا بيغاسوس تفرجوا في الزهرة، اش من زهرة مصوت الوالدين هذا راه الفار، هذا راه كيخدموا به في الملاعب اصاحبي في المباراة ديال اتحاد العاصمة، اش من عاصمة، هذا بيغاسوس هذا باغي نتفرجوا في الزهرة والله لا قول مشونا بالله والله لا دخلتوه، يا ودي راه هذا الفار لا والو، هذا بيغاسوس باغي نجسوا على الزهرة الله يمسخهم، يا ودي الله بلاتي بلاتي نعيطوا لشنقري، عيطوا لشنقريحة المرعوق يلاه حل البقية ديال ليكوش عيط لصق ليكوش، انت قالوا له تقعد قعد قعد مالك بيغاسوس دخل يا ودي القفزة شدت شي القريحة، قالوا صوروا لي داكشي وصيفطوه ليا، صوروا له داكشي، شاف التلفازة شداته الخلعة ومعاهم قالوا له بيكاسوس، القفزة شداته المرأة عنده داخلة كدوش قال لها خرجي 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 بيكاسوس دخل، يا ودي خلينا عند شنو، خرجي يا الزمر خرجي بيكاسوس دخل، ها هما صيفطوه ليا هما صوروه، يا ودي راه الفار هذاك، من نهار الأربعاء هما يحلوا هما يخطوا هما يحلوا هما يخطوا، والو ما عرفوش شناهو، إوا الأربع والخميس والجمعة والسبت والحد، خمس أيام وانتوما شادين داك المعدات علاش؟ وفي الأخير تلعب هذه المباراة
المباراه بلا فار وشوف على السخط رب العالمين. السبيطار ديال الحماق زعما ماشي هي كتلعبوا له الخيونا هذاك راه على الفار قالوا سكوش ما كتدخلنا بيغاسوس الله راه ولبشونا بالله قالوا عمي شي القريحه المسقوط لاح الباكيه ديال ليكوش من يده المره خرجها بالرهوه ديالها ما خلاهاش تكبر تشلج خرجي قالها المروك يتفرج فيك خرجي راه بيغاسوس خل. والاشكال الكبير هو ان ما كاين لا بيان لا رد من الكاف تجاهد الفضيحه هذه باش تلعب مباراه تحت لواء الكاف بدون فار. الوداد البيضاوي راه حبس فينال على قدو فينال ديال الشامبيونز ليغ تحبس لان الفار ما كايناش وانت تجي تلعب واحد الفريق بلا فار مع العلم ان الفار كاينه ووصل للبلاد ديالك قبل بخمس ايام هو عندك تما وانت السلطاش محتاجزه هاد المعدات هادو راه كارثه هاد. ونهضرش بركان غتلعب عندهم المباراه الجايه يعني شنو عاوتاني تلعبوا بركان بلا فار راه كارثه وكنشوفوا ما كاين لا رد لا بيان من الكاف هادي راه مهزله هادي مسخيط الوالدين خمس ايام ومقلوبين شنو هو هاد العجبات ها هما مسيطرنا بيغاسوس ودي بيغاسوس جاوك الله تلفازه ولا بيغاسوس راه سيفطوا لك عفله وهم سخط الوالدين وهي على الخلعه ما نهضرش بركان دابا القفزه شاده كل متاكد عنصرخوك باش ما بغى يجي بيغاسوس بالفار بلا فار بالزهره باش ما حب يجي عنصرخوك نتمنى نشوفوا رد صارم من الكاف لان ما يمكنش المباراه الجايه نهضرش بركان تلعب بدون فار والحمد لله اللي مباراه الذهاب عندهم ومباراه الاياب عندنا الا داروها ولا ها المعامله بالمثل ما خدمتيش الفار عندك حتى انا سكت بوه طفي مالك الريزو تقطع ولا ما عرفش شي عجب واحد الخيط راه تقطع ما عندنا كي نديروا له ها هو حطوا له قدامه تما ولا كان راه خاسر ما كاينه المعامله بالمثل والبكاء ديالكم مزيان راه شوف نواح كم طربوا لنا راه مزيان تهضروا وتبكيو راه كيعجبنا الحال نشوفكم كتبكيو علينا بكيو زيد اخويا فسمعوا الاعلام الجزائري وشنو قال على المباراه كيف العاده ما تنساوش لايك خلينا الراي ديالكم في التعليقات ناس مازال ما اشتركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. العاصمه كما قلت سيواجه نادي نهضه بركان المغربي الذي تاهل بعد حاله فوضى كبيره سادت نهايه المباراه حاله من الجدل في كأس الاتحاد الإفريقي الدور ربع النهائي وانتقادات كبيرة للتحكيم في إفريقيا بسبب ما حدث في هذه المباراة التي خسرها نادي أبو سليم الليبي أمام نهضة بركان بنتيجة 3-2 هدفين. تقنية الفيديو كانت قد ألغت هدفا لنهضة بركان في الدقيقة 90-10 قبل أن يسجل هدف تأهل في الدقيقة 90-15 اختلط الحابل بالنابل وتم توجيه بطاقتين حمراوين واحدة للاعب من نهضة بركان وواحدة للاعب ليبي. الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم اشتكى للاتحاد الإفريقي من تعرض الحكم المصري لاعتداءات ومضايقات في نهاية هذه المباراة. يعني ماذا يمكن أن تضيف لنا ميدو؟ ماذا حدث في هذا اللقاء؟ أبو سليم كان سباق للتهديف بعدها عاد نهضة بركان سجل هدفين قلب النتيجة ثم عاد نادي أبو سليم في دقيقة 83 عاد النتيجة وبعدها في دقيقة 115 ربما ما يحتاج عليه الفريق الليبي أكثر هو الخمس دقائق المضافة على الوقت الإضافي البدل ضائع. يعني في البداية الحاكم أضاف 10 دقائق كاملة وأضاف فوق العشر دقائق هذيك أضاف خمس دقائق يعني تقريبا لغاية تسجيل نادي أبو سليم تسجيل نادي نهضة بركان الهدف الثالث كان مكنه من التأهل لدور الثمن النهائي دور نصف النهائي سيواجه فيه فريق اتحاد العاصمة. يبقى وأنه تحتاج لبعض الوقت الاتحاد الإفريقي من أجل إصلاح أحواله خاصة على مستوى التحكيم لأن الحكام في إفريقيا صراحة كارثة في المنافسات الأندية هنالك حكام يطلبون حتى أموال بشكل مباشر من الأندية من أجل التحكيم أن يكون التحكيم لصالح هذه الأندية. التحكيم الإفريقي فاسد مثله مثل شأنه شأن الاتحاد الإفريقي لذلك il faut un petit peu de temps باش نحيو هذه المماوله انا نقصت شويه مقارنه بزمان لكن مازال تيكزيستي هذه الممارسات حتى محليا وقاريا ونحن في قاره افريقيا لذلك لا غرابه فيما يحدث. امين كيف تتوقع مواجهه اتحاد العاصمه امام نهضه بركان في نصف النهائي؟ مباراه صعبه ولكن اتحاد العاصمه بالتشكيلة التي يملكها بالروح التي شاهدناها في مباراة الأمس أمام المنافس النيجيري أعتقد أنه بإمكانه أن يحصل على بطاقة تأهل إلى الدور المقبل. حسين راح تكون مباراة كبيرة بين فريقين يعني في الدوري المغربي على ما أظن نهضة بركان يحتل المركز الثاني وفريق اتحاد العاصمة ينافس على البوديوم راح تكون يعني مباراة كبيرة بين هاد الناديين
وخاصة أن مباراة الإياب تلعب في الجزائر ومباراة العودة في المغرب. لا نعم، مباراة الذهاب في الجزائر ومباراة العودة. مباراة الذهاب في الجزائر ومباراة العودة في المغرب، راح لازم فريق اتحاد العاصمة يقدم مباراة كبيرة هنا في ملعب خمسة جويلية، لازم يسجل أهداف. هذه كرة القدم يعني لا تسجل أهداف، وخاصة في العودة شفنا الموسم الماضي ضد الجيش الملكي كيف فريق اتحاد العاصمة يعني سرق تأشيرة يعني من عقر ديار الجيش الملكي. هذا شيء يعني كرة القدم فيها عدة أشياء، فيها عدة عوامل، خاصة العامل النفسي يلعب دور كبير. الآن يعني في يسترجع العافية بتاعه فريق اتحاد العاصمة، وهناك عامل كبير ينتظر الإدارة لتحضير الفريق لهذا الموقع. إن شاء الله حظ سعيد لممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية اتحاد العاصمة الذي يعتبر حاملا للقب، وفاز أيضا على النادي الأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقي ليجمع إنجازين رائعين، كأس السوبر الإفريقي وكأس الكونفدرالية، ولما لا الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، مش مخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس مازال ما مشاركوش معنا يشتركوا في الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب.